تشالنج عندي كبيرة جدا جدا مرة ان انا اختار ده المرة الثالثة لمركز السلام العالمي للدكتور محمد جمال. سعيد جدا ولم اتأخر لاني متشرف باني اكرم زملائي والفنانين العظماء اللي هم موجودين اصلا، بس يمكن المناخ مش مساعد الحركة. ان شاء الله تتصلح الحركة الفنية باذن الله، ان شاء الله ونعم بالله تتصلح كويس ويبقى فيه وتواجد لكل فنان في مصر انه يستطيع انه يعطي هذا الوطن كل ما يستطيع. شكرا للدكتور جمال لاهتمامه بهذه العادة الكريمة، وان شاء الله يبقى فيه دورات اكتر من الثالثة والرابعة والخامسة لتكريم كل فنانين مصر. انا متشرف كمان بوجود الفنانة العظيمة الكبيرة الفنانة سميرة العزيز بجوالي. كل الشكر.